أنا سلجتي الصغير، شفتوني بأكثر من مقطع من قبل، خصيصا بنهاية كل مقطع تحصلوني أبين إني عايش حياة بسيطة وسعيدة، بس يلي ما تعرفون إن حياتي هي الجحيم حقيقي. أعاني من الاكتئاب الحاد وما أثق بأي شخص حتى بأبويا. حياتي أريد تنتهي، أريد أطلع من هالدنيا. يابا بحق ربها للكعبة نسينا نطلب إلك شاورما. شاورما أنا مو شاورما، صرت كئيب وحياتي القاسية وكلها جحيم. آهن يا قلبي، انت ما تعرف ايش كم الشاورما عزيزة على قلبي. انا ما راح انسى اللي صار اليوم. تاكلون مستمتعين وانا اظل جوعان. ترضاها بابا؟ ترضاها؟ سوليتر اخذ لفة الشاورما مالي وفضها راح بلدينك. انا فرحان هسه. سوليتر الصغير الشخصية الطفل بقناتي يلي كل شوي يجيني واحد يقول لي بلغ لك سوليتر الصغير مزعج صوت زبالة شيله من القناة ده على اذا ما مبين سوليتر هو ابني امه هي. يعني انت متزوج سولتر؟ سليتر الصغير من يوم ما انولد وهو عنده سكس باك ولحية وشوارب وحتى يقدر يرفع 100 كيلو بنش بريس. خالي منين لك هالقوة؟ جيناتك يا بابا سمتورية، ويا هالجينات اقدر اصير كل شيء اريده بهالدنيا. وهم صح. لحظة، شكم كان عمرك؟ 8 سنوات. عمرك 8 سنوات ترفع 100 كيلو؟ لك شنو انت راح بالدين؟ اوكي خليني اكون واقعي شويات. سليتر الصغير هو عبارة عن صوت انا اسويه بنفسي. لا، هالصوت انا احكي بيه من قبل اكثر من 10 سنوات. عمري 8. قبل ما اسوي القناة كنت مذهول من محتوى اليوتيوبرز البقية، هنادي، زهراء عيوني، بسمة، مروان تلوت. انا حقيقي. قلت بنفسي دام اني عندي هالصوت من زمان خلني اسوي شخصية خيالية واحطها بالقناة. انت الخيالي، انا حقيقي هنا. امنا ويكون القناة بدل ما انا عبارة عن سولتر وبس تصير سولتر وسوليتر كلهم من نفس الشخص واللي هو انا سولتر. امنا فنعم سوليتر شخصية خيالية. يا بخل اكمل حكي. انا حقيقي. وين وينك بالحقيقة؟ هذا شنو حلقك شبي؟ كله بسببك، كل الاحوال. شوفني انا حقيقي، هذا ايدي. ومن اللي قاعد يتحكم بيها؟ خالتي؟ هم صح. تدري هل انا خيالي الان؟ ارجع للفيديو الان. هل انا حقيقي لو كذبي؟ خلاص حقيقي، والله حقيقي. الان من الاشياء الواضحه عن سوليتير ان طريقه رسمه مشابهه لرسم الموديل مالي. مشابه؟ هو نفس الموديل، جبته صغرته وحطيت فوق راسه قبعه. خالي بي حل ارسم موديل جديد كامل؟ هو انت ابني، انت تشبهني على الاقل. بدع شويه قبعه. يا بس سوينا لك موديل بعش. تريد ناس اخير زمن ما يرضون ولا اشي. انت كسول. ابوك. انت ابويا. ابن الكسول. كسول ابن الكسول مكسل كاس المكسول. لا تغلط. لا بالله حلال عليك وحرام علي. لك تعال هنا. لا حد يتوقع ان العركات بيني وبين سوليتير تعني ان كارهين بعضنا. لو كارهين بعضنا ما كنا راح نسوي مقطع كامل عنه. احب ابن سوليتير، هو الشخص اللي دائما يخليني ارجع للقناة، وهو اللي يخليني افرح دائما بتسجيلي للمقاطع، هو اللي ايضا يسرق كل البروتين مالك. رجع البروتين لك هاللحظة. سوليتير دائما بقلبي واحبه جدا حتى لو اضربه بنعال. انت ايضا بقلبي بابا. سوليتير لا تخجلني، لك انت اللي محلي هالقناه، انت كل شيء بهذا البرنامج. انت بقلبي مثل ما الماريجوانا بقلب.